والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خير ما نفتتح به لقاءنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ المقرئ صالح العمري، فليتفضل. نشكر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نزلتم أهلا وحللتم سهلا. فبمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر وبمناسبة ذكرى تربى صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين، ينظم المجلس الجماعي وجمعيات المجتمع المدني للجماعة القروية ولاد داود السخني هذا اللقاء التواصلي لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي يأتي سياسة القرب التي تنهجها الدولة ومؤسساتها كاستراتيجيات عامة. هذا اللقاء هو كذلك فرصة لفسح المجال لأبناء جاليتنا للتعبير عن انتظاراتهم ومشاكلهم وتطلعاتهم تجاه المسؤولين والمؤسسات، وكذلك لتسليط الضوء على منجزاتهم ومساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، وهو فرصة كذلك لتعزيز أواصر التواصل من أجل الارتقاء بالعلاقات والخدمات. نأمل في هذا اللقاء أن يتم طرح القضايا والمشاكل التي تشغل بال المهاجرين في المنطقة للبحث عن السبل الكفيلة والناجعة لمعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبين. في المقابل نتمنى كذلك أن يكون اللقاء محطة لإبراز أهم الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بخصوص تحسين ظروف استقبال أفراد الجالية وتجويد ظروف إقامتهم بالمنطقة، وسيطلعنا عليها ممثل المصالح والمسؤولين بالمنطقة. فلا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نقف لكل المهاجرين على العموم ولرواد الجيل الأول خاصة وقفة إجلال وامتنان واعتزاز للتضحيات التي قدموها لوطنهم ومنطقتهم على السواء. بمنطقتهم أينما حلوا وارتحلوا، والذين يعملون جاهدين وبكل ما أتيح لهم من إمكانيات وفرص للدفع بعجل التنمية نحو الأناة. وهذا باسمي واسم جميع أعضاء المجلس القائمين على خدمة هذه الجماعة والمجتمع المدني المحلي، نرحب بكم ونشكركم على تحمل عناء التنقل للحضور معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك إن شاء الله، والذي نصبوا من خلاله إلى صلة الرحم
وكذلك تضارس أهم القضايا التي تهم الجماعة وساكناتها، وإلى أي مدى وفقنا في تحقيق الرؤية التنموية والأهداف الاستراتيجية المنتظرة في شتى المجالات والمحاور والقطاعات على سائر طراز الجماعة. إخواني الأعزاء، قبل أن نتطرق إلى أهم المنجزات المحققة في عهد الولاية الانتدابية لهذا المجلس منذ تقلده لمهام تسيير وتدبير شؤون هذه الجماعة وساكناتها التي وضعت فيه ثقتها لتحمل هذه المسؤولية التي تعتبر تشريف الله الشريف، أيها السادة الأفاضل، لا بد أن نشكر ونعترف بفضل الجميع من سلطات محلية وإقليمية وجهوية على المستوى المركزي والهيئة المنتخبة والساكنة المحلية، أبناء الجماعة المقيمة بالخارج، المجتمع المدني، المصالح الخارجية وغيرهم عن المجهودات المبذولة والمساهمة الفعالة. السيد رئيس المجلس، السيد مدير المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي بالنيابة، الإخوان ديال النسيج الجمعوي، السادة الأعضاء، إخوان ديال العمال في الخارج، السادة الفطور، عيد مبارك سعيد. وهذه الفرصة هذه اللقاء اللي تنظم، أحيي الجماعة وأحيي النسيج الجمعوي على هذه المبادرة الطيبة واللي تستحق الشجاع. وبلغ لكم الاعتذار ديال السيد العام كان يحضر، ولكن جات واحد السفر لوجدة، راه دابا في وجدة، يعني واحد الشغل يعني مستعجل. ونحيي الاخوان ديال المواقع الالكترونية، جزاء المغربية، جزاء المغربية، وحنا جينا نسمعو لكم، ماشي حنا اللي غادي نهضرو، غادي يدير لكم واحد العرض تشوفوا شنو المنجزات الى غير ذلك، وطرحوا القضية ديالكم، وإن شاء الله نكون عندي إشارة. شكرا. أنا كنعدو يوم تواصلي ويوم يعني لقاء للوقوف والتأمل، يعني مدى يمكن الإنجازات اللي تحققت أو لا، ما هو الممكن تحقيقه، لأنه نعرفوا بأنه إلى ما تضافت الجهود ديال الجميع كنشوف بأنه كاين هناك واحد النسيج الجمعوي اللي هو في بداية الطريق، كنشوف بأنه كاين واحد الغيرة ديال الجالية المقيمة المغربية المقيمة في الخارج، عندها واحد الغيرة على المساهمة في التنمية المحلية. وبالطبع كاين هناك وسائل ديال الدولة عبر يعني المصالح الخارجية ديالها اللي كتسهر على يعني التنمية. فطبعا كنشوفوا بأنه يعني كاع الهدف ديالنا واحد. فكنقول بأنه هذه مناسبة جيدة جدا، غادي يمكن نستمعوا للعروض، ويمكن غادي يكون تفاعل معكم من خلال أسئلة، من خلال يعني إعطاء نقاط يعني توضيحية أخرى، وأنه غالبية الساكنة كتمتهن هذه الفلاحة. فبغينا نشاطركم الهموم ديالكم في هذا اليوم، وفي آن واحد نتقاسموا معكم ما هي هما المشاريع اللي يمكن جاية في المستقبل، ما هي الأفكار المشاريع اللي يمكن تبنوها جميع، ويكون هذا اليوم هذا نعرف بأنه هذا يمكن دائمة العادة أنه هذا اللقاء كيصير كل سنة، يمكن رحنا في الدورة العاشرة ديالو، وكنشوف يعني هذه خطوة جيدة أنه هذه اللقاءات كتأخذ واحد المنحة جيد، واحد يعني الاتجاه يعني للتضارس وماشي غير للقاء من اجل اللقاء، ولكن بالخروج يعني تصور في العمل الجماعي على مستوى هذه الجماعه. انا بدوري ما نطولش عليكم، نتمنى لكم النجاح ان شاء الله. اتقدم بهذه الكلمه الترحيبيه بين ايديكم بمناسبه الاحتفال باليوم الوطني للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. نرحب بجاليتنا التابعة لجماعة ولاد داود السخانين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد القائد نائبا عن سيد عامل صاحب جلال عائقين النظور الذي يشرفنا بحضوره هذا الاحتفال الميمون الذي تقيمه جماعتنا بشراكة مع المجتمع المدني المنطقة. هذا الحضور الذي يحمل معاني كثيرة ويؤكد على أواصر التلاؤم والتلاحم والمحبة والاحترام والتقدير المتبادل بين السلطة المحلية، الهيئات المنتخبة وكافة المواطنين.
إن هذا اللقاء التواصلي الذي ابتدأت جماعة ولاد داود السخاني إقامته مع أبناء جاليتنا في كل سنة لهي سنة حميدة ومبادرة طيبة كريمة تنم على روح حضارية لدى مجلس جماعته. وإن مباركة السلطة العليا في شخص سيد العامل بالنيابة عنه سيد قائد قيادة الذي اعتذر عن الحضور بظروف خارجة عن إرادته لمما يزيد هذا الحفل بهاء وبهجة وفرحة وسرورا للعمل العظيم الذي يسهر عليه. والسلطات المحلية والإقليمية على ما فتئوا يقدمون لهذه المنطقة من الدعم والمساندة. بالله عليكم أيها السادة، كم كان سيكلفنا العمل أو من العمل فيما تحقق من إصلاح وتعبيد للمسالك القروية التي تربع على 80 كيلومتر لو استعملت فيها الفلوس والمعاول وسواعد العمال؟ كم كانت ستكلفنا لو كانت عن طريق الشمارة كم كانت ستكلفنا؟ كم كان سيكلفنا لولا تلك الآليات التي ساهمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ فالله نحمده على ما استطاعت جماعتنا تحصيله وتحقيقه، بل وأقول انتزاع. هذه حقوق تؤخذ تنتزع انتزاعا. وأخيرا وقبل الختام، أجدد شكري باسم فعالية المجتمع المدني الداخلية والخارجية التابعة لجماعة ولاد داود السخانية للسيد عام صاحب الجلالة في شخص السيد قائد قيادة، وللسادة والسيدات أبناء الجالية المقيمة بالخارج وكل الحضور الكريم. حفظكم الله في أنفسكم وذرياتكم وزادكم. لهذا السبب وكذلك بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر قمنا بالتفكير من أجل تنظيم هذا اللقاء بشراكة مع الجماعة القروية ولاد داود السخانين. ولن يفوتني أن أشكر الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمجهودات التي تبذلها في تنمية المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وفي كل المجالات، ونتمنى أن تكون يدا واحدة مع المجتمع المدني والجماعة، والله المعين، وشكرا جزيلا. وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد لي في البوادي أخذوا مني فؤادي، وملت إذا أخذوا لقلبي وملت السادة ممثلي وسائل الإعلام، السادة الضيوف، في البداية نرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي الهام الذي تنظمه جماعة ولاد داود السخانين بتنسيق مع المجتمع المدني المحلي. ويأتي هذا اليوم التواصلي بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر وكذا احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد. ويأتي هذا اليوم الذي ننظمه اعترافا بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الجالية المغربية
للخارج في إطار المساهمة في التنمية المحلية بالمنطقة. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أنوب عن المجلس لأقدم لكم بإيجاز بعض الأنشطة التي قامت فيها الجماعة. حقيقة أن هذا اليوم ليس فقط لكي نقدم ما قدمته الجماعة، وإنما فرصة لنستمع إلى الإخوة الجالية، لنستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم. في هذا العام نتناول الأنشطة العامة للمجلس، المخطط الجماعي للتنمية، أهم المشاريع المنجزة، وكذا نعطي نظرة شاملة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الأنشطة العامة للمجلس إعداد مخططها التنموي لسنوات 2010-2015. ولإنجاز المخطط لابد من المرور عن أربعة مراحل وهي كالتالي: مرحلة الإعداد والانطلاقة، مرحلة الحالة الراهنة والتشخيص التشاركي، مرحلة التخطيط الاستراتيجي وعملية الانسجام والبرمجة، مرحلة تقديم الحصيلة للفاعلين والمصادقة من طرف المجلس. التواصل الهام الذي تنظمه جماعة للدود سخنين بتنسيق مع المجتمع المدني المحلي، والذي سأتطرق فيه لموضوع المنزل الذي خصيصا لفئة من التلاميذ التي تم حرمان بعضها من القسم الداخلي والبعض الآخر توجوز مدة الحق في المنحة. كما لا يخفى عن بعضكم أن هذا المأوى هو سابقة من نوعه لهذه المنطقة، وبالأحرى بمدينة زيو، وهذه بادرة طيبة من سيادتكم، علما أن المنزل المذكور لا يبعد عن الإعدادية والثانوية التأهيلية إلا بعض دقائق. هذا المنزل أتى بعد أخذ ورد وبعد تساؤلات حيرت أباء وأولياء التلاميذ لبعد أبنائهم عن الطريق الرئيسي بكيلومترات، ولصعوبة التضاريس للبعض ولصغر السن للبعض الآخر. كما أسلفت في الذكر، فقد حل هذا المأوى محل نقل المدرسي الذي لا يتماشى مع الطريق الإقليمية الرابطة بين ولد داود سخنين ومدينة زيو، والتي لا يخفى عليكم حالتها إلى يومنا هذا، إضافة لتغير المناخ من فصل لآخر ولعدة عوائق وأغلبكم أدرى بها. ونحيطكم علما أن هذا المنزل يشرف عليه كل من جمعية ولد داود للتنمية البشرية والمحسنين، إضافة للجماعة القروية، وكل هذا أعطى أكله لحصول التلاميذ على 3 بكالوريات وحصد بعضهم على معدلات عالية وكسب تجربة مستقبلية. فبالمناسبة نتقدم بالشكر الكامل للجمعية خاصة والمحسنين والمجتمع المدني عامة والجماعة القروية وعلى رأسهم رئيس الجماعة. وبهذا ننادي جاليتنا المقيمة بالخارج تشجيع الجمعية على مواصلة المشوار والسير على خطى التقدم والنجاح، لأن بعد كل عمل ناجح تشجيع سابق وتنويه لاحق ونتيجة وفخر واعتزاز مستقبلا. نهاية أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوي، ولكن ليس من السهل أن تجمع الناس على شيء اسمه مناقشة مشاكل. هذا الجماعة ما فيش طعن وما فيش الشيخ والشيخة، السلام عليكم. هو الكلاس أخوي، أنا كنشوف أنه هذه قمة الوعي ديال الإنسان في القروية ديالنا، إنسان كمواطن كمجتمع مدني كمجلس قروي، مناقشة القضايا، القضايا التي تهم الجميع، البحث عن الحلول إلى آخره. هذه يعني كنفتخر بتواجدي معكم هنا باسم جمعية إيمان. طبعا جمعية إيمان لها إنجازات كبيرة وناجحة. جمعية إيمان لا شيء بدون شركائها في الداخل، ومن بين الشركاء ديالها كنت نوجه تحية لهم، الشريك الأول تعاونية الفتح،
والشريك الأكبر لدينا الجماعة القروية ولاد الدار السخاني، ثم الشريك الثالث جماعة. حنا كنطلبوا الأول توحدوا في الدين في المذهب داخل المغرب وخارج المغرب، ما يكونش عندنا شي مذهب أخر من غير المذهب المالي السنة والجماعة باش توحدوا القلوب ديالنا. ثانيا التربية والتعليم في الخارج، التربية والتعليم في الخارج لولادنا يعني أمية النساء ديالنا وحتى الرجال. ثالثا النقل، لأن شوف غادي نضرب واحد المثال بالدارجة، للسادة رؤساء المصالح والسيد رئيس الجماعة، عندنا النقل، عندنا النقل وياك ما تموت عليكم زين، النقل عندنا في الخارج باش تدخل 3 مليون ولا 4 مليون مثلا من الجالية، لأن أكثر من 5 مليون اللي كاينة في الجالية، وحتى الأجانب باش يدخلوا مثلا 10 مليون ولا 15 مليون، أحسن نديروا حلول، لأن علاش وزارة النقل كتبلع علينا الباب، لأن الطيارة غالية، البابور غالي، السيارة غالية باش نوصلوا هنا للمغرب، هما كيضربوا الحساب غير على حساب راه أي واحد يعني في الخارج راه عنده 4 5 6 ديال الأولاد باش يخلص 600 أورو 700 أورو الكل 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 نفس، راه بزاف، راه الناس مقهورين في الخارج بغاو يجيو لبلادهم يعني باش يديروا بعدا العطلة ديالهم يفوتوا العطلة. حنا ما نضربوش الحساب غير لذيك. وهو أن يقوم هذا الحضور الكريم بجولة بسيطة صوب مدينة زي بعد انتهاء هذا الحفل التنموي ليستكشفوا مساوئ هذا الطريق والتراث القصري واللامبالاة في إنجاز هذا الطريق الذي يعتبر مصدر الاقتصاد والتعليم والصحة لأبناء المنطقة أقول. أما بخصوص القطاع السياسي فحدث ولا حرج، والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب تام للتوعية بصفة عامة والتوعية السياسية بصفة خاصة في هذه المنطقة، لتعتبر الانتخابات في هذه المنطقة وبصريح العبارة ومع الأسف الشديد بمثابة مباراة لكرة القدم أو بالأحرى صراعات خللية وعائلية لا أقل ولا أكثر مع الأسف الشديد. في ختام هذه المداخلة سأفسح المجال إلى ساكنة المنطقة، أقول إلى ساكنة المنطقة والمقيمين في ديار المهجر الذين يعون جيدا المشاكل التي يعانون منها للحديث والاستفارة في هذا السياق المرة الثانية وليس المرة الأخيرة. تقدم بجزيل الشكر إلى الحضور. نحن انسجام بالمنتخبين بالسلطات المحلية والإقليمية بالمجتمع المدني كجمعية كتعاونية كيولي وكيهضرو كيولي وكيتذاكرو كيتعاونو، كلكم تقني باللي غادي يدار بحال هاد الشيء هذا ولا أكثر من هاد الشيء هذا، يعني هاد الشيء اللي سمعنا عليه، هاد المشاريع اللي سمعنا عليها، البرامج اللي درناها، لأنه أيها الإخوان في بزاف ديال المناطق ديالنا ما توصلوش، رغم أنه الدولة خصت فلوس كثيرة، والسي بوزيدار معايا هنايا وكيعرف على شنو نهضر، فلوس كثيرة، أنه ما استخدموش ينجزوا الشيء اللي كنا كنتمناوه، علاش؟ لأنه كاين هناك نفور. هذا مجتمع مدني جيب من جيب، هذا الجماعة القروية جيب، هاد الناس راه ما يرضوش السلطات ما يرضوش يتعاونوا معها، هذه الحوايج اللي في الحل بكل صراحة. أنا نهضر شوية ما نبقاوش ديما نقولوا عن زين وصافي، لأنه يمكن ذاك الوقت داز، غادي نحاول شوية نقولوا الحوايج كرها ديالها. أنا ظنيت أنه شحال ما تلمينا وتعاوننا بين هذ جميع الفرقاء إلا ونقدروا نزيدوا الخدام. حنا نتمنى انه بالنسبه للجماعه ديالنا وبالنسبه للمجتمع المدني ديالنا سواء بخارج البلاد ولا هنايا انه يستعد الناس، ملي تبغى خويا دير شي مشروع ولا بغيتي دير شي اجتماع ولا حنا ما تخسر علينا حتى حاجه، وحنا اللي غادي نخسروا نجيو ونحضروا حتى حنايا ونتعاونوا ونبيعوا برا ديالنا اللي عطاو الارض ديالهم اللي غير غرس الزيتون اللي كانت قامت به القضيه ديال في اطار المغرب الاخضر. لكن مع الاسف وانا ما كاينش دائما لان من الناس اللي كيسكنوا برا، فملي كنجي كنلقى الزيتون ما كيكبرش ما كيبغيش يطلع، فكنحسبوا خاصو الماء كنمشي نزيد له الماء حيت السدره حيت الحجر حيت مصاريف، اخيرا بدا كيموت، فلما مشيت كنخبش عليه القط دخلوه في الارض 7 حتى 10 سنتيم،
هل 7 سنتيم أو 10 سنتيم تكفي لغرس شجرة الزيتون؟ لا يمكن، فلذلك يعني يبقى كيموت. ولهذا نطلب يعني من الإخوة والمسؤولين اللي هما يعني مع أن هذه الشركة سترجع تعود الحسن لهذه الخدمة اللي دارت، لأن فنيين ماشي هذيك هي الخدمة. وشفنا لا 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 يعني لا 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 القدر الهائل ديال المال اللي تصرف على هذا المشروع 25 مليون درهم. فإذا على الأقل كانت الخدمة تكون في بلاصتها، فنيين تكون كما ينبغي، وكذلك السقي اللي كانوا داروه على حسن العامين إلا داروه. لكن الآن إذا فيه بعض الأماكن ليس كله خسر، لا كاين ما كاين الحمد لله نجحته مزيانة، لكن إذا كان بعض الأماكن اللي تراها بحال هكا ف يعني يرجعوا يعاودوا الخدمة ديالهم وخلاص. هذا الشيء اللي هو الطلب ديالي. مسألة الأمن، مسألة الأمن مؤخرا ربما الحكومة المغربية ما عطيهاش، ومن هذا المكان ونوه كذلك أن إسبانيا ولات خطيرة بالنسبة لنا حنايا اللي كنجيو بالسيارات. أننا بحال اللي كنمروا واحد ما نكذبش عليك منطقة جهادية، ما خصكش تلعس، ما خصكش تجلس في الباركير، غفلتي الزاج ديالك تهرس. مؤخرا واحد من العائلة ديالي داروا 10,000 أورو شدوه قلعوا له الفلوس، وهذا المهاجر اللي جاي في الطريق وما عندوش حتى الأمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا من هذا المكان أقول هذه نقطة مهمة، يعني دابا سنين وهي كتلعب. فرنسا في شرق فرنسا جنوب فرنسا كاين أشخاص كيلبسوا ملابس بوليسية شرطية كي 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 نعم، ولكن إسبانيا يعني دابا دوك الرومانوس ودوك السود أمريكا يعني بحال شايفيننا الأسود، شايفيننا حنايا الغنيمة ديالهم. لهذا الإخوان المسؤولين الله يجازيكم بخير من هذا المنبر نحاولوا ننكزوا على الحكومة الإسبانية باش دير لنا طريق خاص نعبروا فيه، ولا يشوفوا كيفاش يحميونا. والمشاكل الاخرى جمعيه ايمان تركت لها بالنسبه للعبور، ولا رام لا رام اللي كنشوفوا 2011. في البدايه اقول بالامازيغيه ان اجدادنا كانوا يقولون لنا بانما ارسليوا غير ما يلول السوق، بمعنى أن الجميع يفهموا هذا المعنى، وأذكر هذا المعنى لأخوان المسؤولين أن نحن في دوارنا مثلا وفي جميع الدواوير المجاورة أننا نلتمس شيئا ملموسا بالمشاريع المنجزة، وخاصة شبكة الكهربائية، ولكن مازال عاد ما شعلنا عاد الضوء، بقى عاد شويه ديال من بعد غادي نسقسيو السيد الرئيس لماذا هذا التاخر. المشكله الثانيه اللي كتعاني بها الجماعه وخاصه الاخ جمال ذكر في هذا في مداخلته الاولى ان نقص الموارد الماليه. فبالفعل جماعتنا تتوفر على الأراضي الفلاحية، ولكن جل الجماعات والبلديات لها موارد أخرى. واللي عنده من بين الأهداف دياله ولا كتلائم مع المبادئ ديالنا مرحبا به، كنقوله لكم دابا. بالنسبة للقاءات التواصلية، الجمعية كدير لقاءات مع المنخرطين ديالها. نمشيو للطريق، الطريق ما دارتوش الجمعية بوقتها، ما نكونوش غلطين. الجمعية كانت مشرفة مع الساكنة، الساكنة شكون قالها الساكنة؟ حنا كانت معنا. الجمعية ساهمت حتى هي بواحد المبلغ من حساب الجمعية، والإخوان اللي كيرجع لهم الفضل وكنشكروهم بهذه المناسبة على المساهمات ديالهم اللي ساهموا بها ونجحوا هذا المشروع. وعاود كيما قال السي البهاري اللي ما موافقش على الاهداف ديالنا نحكو يدير جمعية. الدستور ديال بلادنا الحمد لله راه واضح، راه جلالة الملك نصره الله. الدستور المغربي راه ما كاينش حتى في شي دولة، عطانا التعددية،
التعدد ديالنا حقيقي واحد يدير جمعيه ولا تعاونيه الله يعاونو يجينا فشنا بالخدمه ماشي بالهضره. قائد قياده راس المام يسلمها له السي محمد عبد الرحول علي جماعه ولاد داود السقاني. وأصلي وأسلم على خير سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن خير ما نختم به هذا الحفل الكريم هو الدعاء الذي يقول فيه رب العزة جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: بك إنك على كل شيء قدير، اللهم فاشفنا جميعا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، آمن روعاتنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، أحسن منقلبنا، أرزقنا طاعتك ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمور والعزيمة في الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وإيمانا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكم نتمنى ونطلب الله عز وجل أن يكرر هذا المشهد وهذا الحفل المبارك في كل آن ولحظة وفي كل مرة.